بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه المحاضرة هو حقيقة من القرآن ستغير العالم، ولا توجد مبالغة في هذا العنوان. ففي هذه الحلقة إن شاء الله، في هذه المحاضرة، سأبين بهدى القرآن الكريم حقيقة نستطيع تعلمها من القرآن ستغير حال البشر في هذا العالم. وكمقدم لهذا الموضوع، إذا تفكرنا في قول الحق جل وعلا في القرآن الكريم في سورة الحجر آية رقم 87، في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، صدق الله العظيم. فالله عز وجل يقول هنا ويخبرنا بأنه أنزل على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم. وطبعا الله عز وجل كمسلمين أن نحمل هذه الرسالة ونبلغها للناس. فالله عز وجل إذا تفكر هنا يصف القرآن بأنه قرآن عظيم، وعظم القرآن ومكانة هذا القرآن وقوة القرآن تكمن في فهمه. أما القراءة السردية للقرآن الكريم لا تظهر قوة القرآن ولا يستفاد منه. إذا الإنسان قرأ القرآن قراءة سردية فقط، فهو لا يستفيد من القرآن، أي لا يطبقه في حياته، لا يفهمه ولا يفهم مراد الله فيه. فكما سأبين في هذه الحلقة بأن التفكر في القرآن هو مفتاح الاستفادة من القرآن، ومفتاح فهم مكانة القرآن وكيف أنه قرآن عظيم. أما إذا قرأ قراءة سردية القرآن الكريم لا تشعر ولا ترى كيف أن القرآن هو قرآن عظيم. فما هذه الحقيقة بعد هذه المقدمة؟ ما هذه الحقيقة التي تستغير العالم؟ ما هذه الحقيقة من القرآن التي تستغير العالم؟ يعني تكمن هذه الحقيقة إذا تفكرنا في مشاكل البشر، فنجد أن الناس البشر يسعوا بشكل متواصل ويبذل المال والجهد والوقت لحل مشاكلهم. وبالرغم من كل هذا، نجد بأن مشاكل البشر في تزايد مستمر، والأمور تصبح أسوأ. يعني من رغم من بذل البشر للكثير من الوقت والمال والجهد لحل مشاكلهم بشتى أشكالها، من جريمة، من فقر، من كل مشاكل البشر، نجد بأن هذه المشاكل في ازدياد، ونجد بأن وضع الناس يصبح أسوأ وأسوأ. فهذه المشاكل يمكن تلخيصها في الأمور التالية: مشاكل البشر في العالم كله وبشكل عام، ما هي أسباب مشاكل البشر؟ يمكن تلخيصها أولا من أسباب مشاكل البشر أعمال السوء. وهذه الأعمال السوء يمكن تلخيصها كالآتي: قتل وتعذيب الإنسان لنفسه. يعني أننا نتحدث عن أسباب مشاكل البشر، وأول فئة من هذه المشاكل هي أعمال السوء. ويمكن تلخيص أعمال السوء بأن هي قتل الإنسان وتعذيبه لنفسه، مثل مشاكل الانتحار وتعذيب الذات للإنسان. وأيضا من أعمال السوء قتل وتعذيب الإنسان لغيره، ومن أمثال ذلك الجريمة وتعذيب الإنسان لغيره بالسجن والتعذيب وما إلى ذلك. وأيضا من أعمال السوء إساءة الإنسان لغيره عن طريق الكذب، السرقة، الشتم، المعاملة السيئة، الحقد، وكل هذه الأمور. إذن هذه أول فئة من الأعمال التي تجلب الألم والحسرة للبشر وتعمل عدم استقرار في المجتمعات، هي أعمال السوء. وكما قلت، ممكن تلخيصها بهي قتل وتعذيب الإنسان لنفسه، قتل وتعذيب الإنسان لغيره، وإساءة الإنسان معاملته لغيره. النوع الثاني من أسباب مشاكل البشر هي أعمال الفحشاء، ومن أمثلتها الزنا ومشاكله: زنا المحارم، الخيانة الزوجية، اللواط، كشف العورات، والكلام البذيء. هذه كلها من أسباب مشاكل البشر. وأيضا من الفئة الثالثة من أسباب مشاكل البشر الأعمال فيها إساءة القيم الدينية والقول على الله بما لا يعلم الإنسان، مثل التهجم على القرآن الكريم، التهجم على رسول الله، التهجم على القيم الدينية الطاهرة،
وتشويه الدين وعمل دين جديد يناسب رغبات الإنسان وأهوائه. فإخواني إخواتي، هذه يعني كما ترون على الشاشة، هذه تلخيص لجميع مشاكل البشر في ثلاثة أعمال، وكما قلت هي أعمال السوء، الفحشاء، والقول على الله بما لا يعلم الإنسان. فهذه طبعا هي التي تسبب الألم والحسرة للإنسان كشكل فردي ومجتمعات. فسنرى إن شاء الله في هذه الحلقة كيف أن الله عز وجل يعالج لنا كل مشاكل البشر في حقيقة من القرآن الكريم. يعني سنجد إن شاء الله في هذه المحاضرة حقيقة عظيمة من القرآن الكريم، كيف أن الله عز وجل يعالج هذه المشاكل كلها في حقيقة واحدة من القرآن الكريم. ولبيان هذه الحقيقة أريد أن أورد المثال التالي. يعني إذا كان هناك مرض معين، مرض في جسم الإنسان، وهذا المرض يجلب الألم والتعب للإنسان، الآن كيف علاج هذا المرض؟ هناك ثلاث خطوات رئيسية لعلاج أي مرض. أولا التشخيص، والتشخيص ينقسم إلى قسمين. أولا معرفة سبب المرض، يعني أول شيء يقوم الإنسان به بأن يعرف سبب المرض، مثلا سبب بكتيري، فيروس، حسب ما هو نوع المرض. الخطوة الثانية في العلاج هي معرفة آلية المرض، يعني كيف هذه الجرثومة تعمل في الجسم، تؤثر على ماذا، تنتقل من كذا لكذا، آلية المرض. الخطوة الثالثة هي إبطال هذا السبب أو إبطال آلية تأثيره. يعني الخطوة الثالثة بعد ما فهم سبب المرض وآليته، الطريقة الثالثة في العلاج هي معرفة أو هي إبطال المسبب هذا البكتيريا أو الفيروس، أو إذا لم يستطع الإنسان القيام بذلك إبطال آلية تأثيره. فهذا مثال علاج أي مرض. وإذا طبقنا هذا على مشاكل البشر، وإذا فكرنا فيها كأنها مرض يعني يجلب الألم والحسرة للإنسان، فيجب علينا أن نتبع هذه الخطوات لعلاج هذه المشكلة: التشخيص، معرفة المسبب، آلية التأثير، وإبطال السبب أو آلية تأثيره. كيف أن في القرآن الكريم الله عز وجل علمنا كيفية تشخيص وعلاج مشاكل البشر جميعها، أي معرفة المسبب لها وكيفية إبطال هذا المسبب وإبطال آليته. إذا تفكرنا في آيات القرآن الكريم، وكما قلت ليس فقط القراءة السردية لها، وتفكرنا في الآيات 168-169 من سورة البقرة، ففيها يقول الحق جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. استغفر الله العظيم. مرة أخرى الله جل يقول في سورة البقرة الآيات 168-169 بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. استغفر الله العظيم. فإذا تفكرنا في هذه الآية الكريمة، لأنها قرأت كثيرا ولكن من تفكر هذه الآية، تفكر في هذه الآية الكريمة، فهنا الله عز وجل يبين لنا أعراض تأثير الشيطان الإنسان. ويمكن تلخيص هذه الأعراض كما هو بيّن على الشاشة، بأن الله عز وجل يقول: إنما يأمركم، يعني الشيطان يأمركم بالسوء، أن تؤذي نفسك وتؤذي غيرك، الفحشاء، الأعمال البذيئة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني الإساءة للقيم الدينية والتهجم على الله ورسوله والقرآن الكريم. فهذه حقيقة من القرآن الكريم يخبرنا بها الله عز وجل بأن الشيطان أعراض تأثيره على الإنسان هي كما بينت. الآن إذا قارنا هذه الأعراض وأعراض تأثير الشيطان على الإنسان مع أعراض مشاكل البشر، فكما ترون على الشاشة إخواني إخواتي، نلاحظ تطابق كامل بين أعراض مشاكل البشر وهي السوء، الفحشاء، القول على الله بما لا يعلم الإنسان، وأعراض تأثير الشيطان على الإنسان وهي السوء والفحشاء والقول على الله بما لا يعلم الإنسان. إذن نلاحظ من التفكر في القرآن الكريم وفي حال الناس الآن ومشاكلهم بأن أسباب وأعراض مشاكل البشر هي مطابقة 100% لأعراض تأثير الشيطان على الإنسان. إذن الاستنتاج الوحيد من ذلك ومن هذا
الاستنتاج الوحيد هو بأن الشيطان هو المسبب لجميع مشاكل البشر. إذن هذا أول خطوة في العلاج لهذه مشاكل البشر. عرفنا الآن السبب، عرفنا الآن المسبب لمشاكل البشر. إذن بفهم من القرآن الكريم يخبرنا المولى عز وجل بأن المسبب لمشاكل البشر هو الشيطان، وهذا الاستنتاج الوحيد من الذي قدمت. فإذن يخبرنا الله عز وجل بأن الشيطان هو المسبب لمشاكل البشر، تجلب للإنسان بشكل فردي الألم والحسرة، وبشكل جماعي للمجتمع عدم الاستقرار والتعب والهلاك. هذا أول خطوة في العلاج، عرفت الآن المسبب. الآن الخطوة الثانية في العلاج معرفة آلية تأثير الشيطان على الإنسان، يعني معرفة كيف يؤثر الشيطان علينا. وهذه الآلية يخبرنا الله عز وجل بها في القرآن الكريم بكل تفصيل، وهي كما يلي. فإذا تفكرنا في آية رقم 4 من سورة الناس: من شر الوسواس الخناس. فهذه طبعا من آيات سورة الناس، هي آية رقم 4: من شر الوسواس الخناس. فهنا يخبرنا الله عز وجل ويكشف لنا طرق تأثير الشيطان علينا، على كل واحد فينا. فيخبرنا المولى عز وجل هنا بأن الشيطان هو وسواس، أي وسوس الإنسان. وسوس معناها التحدث، بأن الشيطان يتحدث الإنسان، وفي ذات الوقت هو خناس. خناس يعني مستتر ومتخفي. فهنا يخبرنا الله عز وجل بأن الشيطان هو وسواس، أي يتحدث إلينا، وفي ذات الوقت هو خناس، أي مستتر ومتخفي. يعني هنا يخبرنا الله عز وجل بأن الشيطان يتحدث لكل واحد فينا، ولكنه في ذات الوقت يتخفى منك، أي لا يشعرك بوجوده. يعني كل واحد فينا له قرين شيطان موكل به ويتحدث إليه، يتحدث إليك ولكل إنسان، ولكن الله يخبرنا أنه في ذات الوقت هذا القرين هو خناس، يعني لا يشعرك بوجوده، يتخفى منك. فالسؤال الآن: كيف يستطيع الشيطان يتحدث إليك وفي ذات الوقت لا تشعر أنت بوجوده؟ فما هو الإعجاز الهندسي هنا؟ نستطيع فهم هذا الإعجاز من التفكر في قول الله عز وجل في سورة قاف آية رقم 16، في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهنا نتعلم من هذه الآية الكريمة بأن لكل إنسان فينا صوت نفس. ما هو صوت النفس؟ الصوت الذي تنطق به هو ذات الصوت الذي تسمعه في عقلك عندما تفكر مع نفسك بهدوء. يعني صوت نفسك، كل إنسان فينا له صوت نفس، مثل البصمة التي تميزك عن إنسان آخر. الصوت الذي تنطق به هو ذات الصوت الذي تسمعه في عقلك عندما تفكر مع نفسك بهدوء. وإذا قمنا بتحليل هذا الصوت كما ترون أمامكم على الشاشة، يعني قمنا بتحليل هذا الصوت، نجد هنا أخذنا تسجيل لصوت الإنسان لمدة 3 ثواني، نجد بأن وتسجيل لمدة نصف ثانية، نجد بأن صوت الإنسان يتألف من طاقة على شكل أمواج، مثل أمواج الماء. يعني كما ترون أمامكم على الشاشة بأن صوت الإنسان عندما يتم تحليله من ناحية هندسية، نجد بأنه يتألف من أمواج واهتزازات مثل أمواج الماء. ونستطيع وصف هذه الأمواج عن طريق تحديد عاملين رئيسيين فيهما، وهي الذبذبة والطول الموجي. الذبذبة والطول الموجي، هذين العاملين إذا حددوا، الذبذبة والطول الموجي يحددوا صفات رئيسية للإشارة. فالآن هذا هو صوتك، تحليل صوتك اللي تسمع في عقلك عندما تفكر مع نفسك بهدوء. الآن الله يخبرنا بأن الشيطان يتحدث إلينا ولكنه لا يشعرنا بوجوده. وطبعا هذا لزيادة طبعا يفعل الشيطان ذلك لزيادة ضرره عليك وتأثيره عليك، لأنك إذا أنت لا تعرف أين عدوك يؤثر عليك بقوة أكبر. فالآن كيف يستطيع أن يتحدث إليك الشيطان وفي ذات الوقت لا يشعرك بوجوده؟ أعطي مثال لتوضيح هذا الأمر. إذا كان إنسان يقف خلفك ويريد أن يتحدث إليك هذا الإنسان ولا يشعرك بوجوده، يعني هو يريد أن يتحدث ولكن لا يشعرك بأنه موجود في الغرفة معك، الطريقة الوحيدة بأنه يستطيع أن يتحدث وفي ذات الوقت لا تشعر بأنه موجود هو أن يقوم هذا الإنسان بمطابقة صوته من حيث النبرة ومن حيث الذبذبة ومن حيث الطول الموجي لصوتك. فعندما يتحدث تسمع وكأن صوتك نفسه، يعني كأنك تتحدث تفكر مع نفسك، وبالتالي هذا الإنسان تحدث إليك وفي ذات الوقت
ليش لم يشعر بوجوده. بالمثل الشيطان الذي يقوم به كالآتي، بأنه يقوم بمطابقة صوته من حيث الذبذبة ومن حيث الطول الموجي ومن حيث النبرة ومن حيث اللغات اللي تعرفها مع الصوت اللي تسمع في عقلك مع صوت نفسك، هذا نفس الصوت تحدث فيه مع صوت نفسك تسمع في عقلك وتسمع أفكار وخواطر، وكأن الصوت هو مطابق صوت نفسك، فتعتقد بأن نفسك تحدث بهذه الخواطر، ولكنها في حقيقة الأمر من شيطانك من قريب. فإذا فهمنا من ناحية هندسية سبحان الله العظيم الإعجاز الهندسي في سورة الناس بأنه هي مطابقة موجة لموجة أخرى، فالشيطان يطابق صوته لصوت نفس الإنسان، والإنسان يسمع أفكار في عقله وخواطر ويعتقد بأن نفسه تحدث بهذه الأفكار لأن الصوت مطابق ولكنها من قرينه هذه الأفكار وهذه اللام. وسنتحدث بعد قليل كيفية التفريق بين أفكار النفس وأفكار القرين. ففهمنا الآن الإعجاز الهندسي هنا وكيف الله جل علمنا بطريقة جميلة جدا كيف يؤثر الشيطان علينا ويريد أن يكشف لنا هذا العدو لكي نسلم من شره. هذا طبعا من جوانب الإعجاز في سورة الناس. الآن في سورة الفلق الله جل يقول في آية رقم 4 ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. هنا طبعا أيضا يعلمنا الله عز وجل بأن هناك شر وأذى من النفث. النفث معناه النفخ، نفخ في العقد، يعني هناك الشر وأذى من النفخ، النفث النفخ في العقد. يعني ما هو يعني طبعا هذا طريقة تأثير الشيطان علينا أيضا، هذه طريقة تأثير الشيطان علينا، ولكن ما هو الإعجاز الطبي في هذه الطريقة؟ فنستطيع فهم الإعجاز الطبي من التفكر في آية رقم 21 من سورة الذاريات، ففيها يقول الحق جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني يعدنا الله عز وجل هنا إلى ضرورة التفكر في أجسامنا وفي خلقه لأجسامنا، فلفهم أذى الشيطان الناتج من نفخه في العقد. إذا تفكرنا في الدماغ البشري الإنسان كما ترون على الشاشة نجد بأن الدماغ البشري يتألف وفيه من عقد عصبية، يعني هناك الأعصاب تتكتل على بعض البعض شكل عقد عصبية، وهذه العقد مسؤولة عن وظائف كثيرة. مثلا عقد إذا تم تحفيز هذا العقد في الدماغ ينتقل سيال عصبي إلى العضلات ويصبح هناك شد في العضلات أو ارتخاء لها، يعني هناك بعض العقد العصبية إذا حفزت ينزل سيال عصبي ويصبح هناك شد في العضلات، وهناك عقد ممكن تعمل تثبيط يعني ارتخاء في العضلات. فما علاقة الشيطان بهذا الأمر؟ والفكرة يعني ممكن معرفة علاقة الشيطان بهذا الأمر من التفكر في آية رقم 20 من سورة سبأ، فيها يقول الحق جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين. فهنا يقول الحق جل وعلا بأن إبليس يحاول أن يصدق ظنه على البشر. فمثلا نعطي المثال التالي، إذا إنسان اغتسل وتوضأ سبيل المثال وأراد أن يخرج من مكان الوضوء يأتيه شيطان قرينه الآن فهمنا عن طريق صوت مطابق صوت النفس في عقله ويقول له بأنك نجس وغير نظيف ارجع واغتسل مرة أخرى. فالإنسان قبل مشاهدته لهذه المحاضرة يعتقد بأن نفسه تحدث بهذه الأفكار فيرجع ويعيد الاغتسال مرارا وتكرارا مما يضيع جهده ويضيع وقته ويجعل له ألم وكل هذه الأمور. فالآن الشيطان وسوس، ولكن يريد الشيطان أن يقنعك بصدق هذه الكذبة أكثر وأكثر. فما الذي يقوم به؟ عندما يوسوس لك بأنك نجس وغير طاهر، هو عندما يتحدث فإنه يخرج اهتزازات نفث نفخ، يوجه هذه الاهتزازات إلى العقدة العصبية في الدماغ التي تعمل عندك شد في عضلات الصدر وشعور بالقلق والخوف. يعني عندما يوسوس لك ويقول لك هذه الفكرة في ذات الوقت يوجه صوته، وصوته عبارة عن نفخ، صوت عبارة عن نفخ أو اهتزازات، يوجهه إلى الخلايا العصبية والعقد العصبية في الدماغ، يجعل عندك ضيق في الصدر. هذا الضيق في الصدر يولد شعور بالقلق والخوف لديك، فيريد الشيطان يضع شعور مطابق للفكرة يتوسوس لك بها. يعني نفهم الآن، يريد الشيطان أن يضع فكرة في عقلك مطابقة ويضع شعور في جسمك مطابقة للفكرة التي وسدك بها. فنلاحظ كيف يستخدم الشيطان نفس العقد العصبية للإنسان ليصدق عليه كذبته
ونلاحظ سبحان الله العظيم بأجمل كلام الله عز وجل، ومن شر النفاثات في العقد، يعني هناك شر وأذى من النفث والنفخ في العقد العصبي للإنسان. وفهمنا الآن إن شاء الله ما هو هذا الأذى. الآن هذا الكلام كله كثير من الناس مسلمين وغير مسلمين يجدوه غريبا ويميل كل الميل إلى رفضه. لماذا؟ بالنسبة للمسلمين لبعدهم عن التفكر في القرآن وفهم مراد الله فيه فيجدوا هذا الكلام غريبا. بالنسبة لغير المسلمين لبعدهم عن الله وبعدهم عن هذه المعاني وهذه الأفكار فيجدوا الكلام غريب جدا. فإذا هناك حاجة لإثبات علمي، هناك حاجة لإثبات علمي على هذا الكلام. سأقدم إثباتان إن شاء الله، إثباتين. فالإثبات رقم واحد، فسأقدم كما قلت إثباتين على هذا الأمر. الإثبات رقم واحد هو على طريقة تأثير شطار الإنسان. إذا تفكرنا في قول الله عز وجل في سورة البقرة آية رقم 169 في قوله أعوذ شطار الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. آية مرة أخرى، آية رقم 169 في من سورة البقرة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني هنا علمنا الله عز وجل نوعية الأفكار التي يسبل لك بها، يوسوس الشيطان لك بها، هي أفكار السوء بأن تؤذي نفسك تؤذي غيرك، أفكار الفحشاء الصورات البذيئة، وقول الله بما لا يعلم الإنسان، إساءة لله عز وجل، تشكيك بالقرآن لكن تشكيك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نوعية الأفكار التي يسمعك إياها الشيطان في عقلك بالصوت مطابق صوت النفس من شر الوسواس الخناس. فإذا قارنا هذه الأفكار مع دراسة أجريت قام بها عالم نفس بريطاني مشهور جدا اسمه أوبري لويس، هذا طبعا من أشهر علماء النفس بريطانيين، قام بسؤال المرضى النفسيين اللي يطلق عليهم مرضى نفسيين، سألهم عن الأفكار التي تبعث لهم على القلق والحيرة والتعب. يعني سألهم على نوعية الأفكار التي تسبب لهم بالقلق والتعب والحيرة، فقال له بأن ممكن أن نحن أن الأفكار التي تتعبنا هي التالي: أفكار الهارم، هارم أفكار أن يؤذي الإنسان نفسه وغيره، أفكار الفلث أن لست، أفكار تصورات البذيئة، وبلاسفمي، بلاسفمي معناها الإساءة القيم الدينية. فإذا قارنا كما تشاهدون على أقمار الشاشة، إذا قارنا بين نوعية الأفكار التي يعاني منها الذين يسموا بالمرضى النفسيين، أفكار السوء الفحشاء الإساءة القيم الدينية، مع نوعية الأفكار التي يوسوس بها الشيطان الإنسان كما يخبرنا بذلك الله عز وجل في القرآن الكريم، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، نجد سبحان الله تطابق 100% بين نوعية الأفكار التي يوسوس بها الشيطان الإنسان عن طريق صوت النفس والتي تبعث، والأفكار التي تبعث الاضطراب النفسي والقلق النفسي. فإذن هذا إثبات 100% ما دام التجربة العلمية أفكار هارم لست أبلاسمي، أفكار السوء والفحشاء والإساءة القيم الدينية تطابق 100% الذي يقوله الله عز وجل في القرآن الكريم، إذا هذا إثبات على طريقة تأثير شطار الإنسان بالصوت المتواصل. يعني مرة أخرى، إذا إنسان اعتبر الذي قلته بأنه نظرية من القرآن الكريم، إذا اعتبره كذلك نظرية بأن هناك صوت مطابق صوت النفس من الشيطان يقول لك سوء وفحشاء وإساءة القيم الدينية، إذا اعتبرت هذه كنظرية، يعني كيف تثبت النظرية؟ تقارن نتائج النظرية مع التجربة العملية. يعني أنت كيف تثبت نظرية معينة؟ تقارن هذه النتائج النظرية مع التجربة العملية. يعني التجربة العملية نتائجها بأن الإنسان يعاني من أفكار سوء وفحشاء وإساءة القيم الدينية ويسمعها عن طريق صوت مطابق صوت النفس، يسمعها في عقله. إذن هذه النتيجة تطابق 100% النظرية. في هذه الحالة تصبح نظرية قانون. إذا النتائج العلمية العملية طابقت النظرية 100%، إذا تصبح نظرية قانونا ولا تبقى نظرية، تصبح قانون وحقيقة. إثبات رقم 2، الإثبات الثاني على طريقة تأثير شطار الإنسان. أيضا هناك تجربة قاموا بوضع إنسان يشتكي من سماع وساوس وأفكار في عقله، يسمى الآن بالمريض النفسي واليعاني من وسواس قهري مرضي، فوضعوه في جهاز يسمى جهاز الرنين المغناطيسي كما هو بينه على الشاشة. هناك جهاز يسمى جهاز الرنين المغناطيسي، هذا الجهاز
هناك نوعية منه يسمى الفانكشنال ام ار اي، الجهاز تصوير الرئيسي الوظيفي، يستطيع تصوير الدماغ البشري اثناء الفعاليه، اثناء النشاط الكهربائي للدماغ. يعني عندما يعمل الدماغ يستطيع هذا الجهاز تصوير مناطق العمل في الدماغ. فقاموا بوضع انسان يطلق عليه مريض نفسي يشتكي من سماع افكار في عقله تبعث له على القلق والاضطراب والتعب النفسي، وضعوه في الجهاز في غرفة بدون أي صوت، يعني غرفة فيها صمت كامل. وجدوا سبحان الله العظيم بأن دماغ هذا الإنسان، المناطق السمعية في الدماغ تعمل وكأنها تسمع صوتا. يعني ولما وضعوه في الجهاز لهذا الإنسان وجدوا بأن المناطق السمعية في الدماغ تعمل وفيها نشاط كهربائي وكأنها تسمع صوت يحدث الإنسان. وطبعا كما قلنا الغرفة فيها صمت كامل، فمن أين أتى هذا الصوت الذي يحدث الإنسان؟ يعني الإنسان دماغه يتصرف وكأنه شيء يحدثه. التفسير الوحيد لهذا هو بأن الذي علمني الله عز وجل بأن هناك شيطان يوسوس لك عن طريق صوت أو صوت نفس، فالإنسان يسمع صوت فدماغه يعمل وكأنه يسمع صوت، ولكن الصوت لا تراه، وسواس خناس. فهذا إثبات أيضا ثاني على هذا الاستنتاج من القرآن الكريم. الآن بعدما فهمنا آلية تأثير الشيطان على الإنسان وعلى كل إنسان فينا، إذن هذه الخطوة الثانية في العلاج. الخطوة الثالثة في لعلاج مشاكل البشر هي إبطال المسبب أو إبطال آلية تأثيره. طبعا الشيطان هو مع الإنسان من لحظة الولادة لحظة الوفاة، فلا تستطيع محو الشيطان ولا تستطيع أن تلغي الشيطان وجوده، ولكن تستطيع أن تقوم به أن تلغي آلية، يعني أن تبطل آلية تأثيره عليك. مرة أخرى، الشيطان يبقى مع الإنسان من لحظة الولادة لحظة الوفاة، ولا يوجد لا توجد طريقة على الإطلاق لمحيه وإزالته، ولكن تستطيع أن تقوم به بأن تجاهد وتبطل تأثيره عليك. كيف ذلك؟ أيضا الجواب من القرآن الكريم، فنلاحظ سبحان الله العظيم إخواني إخواتي كيف أن القرآن الكريم هو كتاب متكامل في كل النواحي، وكل شيء تحتاج تجده في القرآن الكريم، وأنت لست بحاجة لأي كتاب آخر. فالعلاج وكيفية إبطال وإلغاء تأثير الشيطان عليك في القرآن الكريم، في التفكر في آية رقم 200 من سورة الأعراف، فيه يقول الحق جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. صلى الله عليه وسلم. فيخبرنا المولى عز وجل بأن الطريقة لإبطال تأثير الشيطان عليك هو أولا هو العلاج في خطوتين. الخطوة الأولى بأنه عندما تأتيك فكرة من الشيطان عن طريق صوت مطابق صوت النفس وكأنك تفكر مع نفسك، فيها السوء، فيها فحشاء، فيها قول الله بما لا يعلم الإنسان، أولا أن تستعذ بالله، يعني أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما معنى ذلك؟ يعني تتذكر هذا الهدى الذي تسمعه، وتتذكر من القرآن الكريم بأن هذه الفكرة التي أتت إلي هي ليست من نفسي ولكن من قريني شيطاني، وأن الله لن يحاسبني عليها، الله سيحاسبني فيما إذا صدقتها وعملت بها أم لا. هذه أول خطوة في العلاج، أن تفهم بأن هذه الفكرة التي أتتك فيها سوء، فيها فحشاء، فيها إساءة القيم الدينية، هي ليست من نفسك ولكن من شيطان قرينك الذي يريد لك الألم والحسرة. الخطوة الثانية في العلاج يخبرنا بها الله عز وجل في القرآن الكريم سورة البقرة آية رقم 169 في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس كل ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل الخطوة الثانية في العلاج يخبرنا بها بأن لا نتبع خطوة الشيطان. ما معنى ذلك؟ يعني إذا جاءتك فكرة من الشيطان فيها السوء، فيها فحشاء، فيها إساءة القيم الدينية، لا تصدقها ولا تعمل بها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبع هذه الخطوات ولا تتبع هذه الأفكار. يقول لك بأن تزني، يقول لك بأن تشتم الناس عن طريق صوت الطاوس وصوت النفس ويعطيك المبررات لذلك، لا تصدقه ولا تقوم بهذه الأعمال التي يوسوس لك بها الشيطان. فإخواني إخواتي، عرفنا الآن كيفية تشخيص وعلاج مشاكل البشر، عرفنا المسبب، الآلية، وكيفية العلاج. الآن أورد مثال إن شاء الله
كيفية تطبيق كل ما سبق. يعني أعطي مثال عملي من الحياة كيفية تطبيق كل ما سبق. يعني مثلا إذا هناك إنسان يعاني من أفكار في عقله فيها أفكار تحث على الانتحار، على أن يقتل نفسه، كيفية تطبيق الذي قلت لعلاج هذه المشكلة؟ الخطوة الأولى معرفة المسبب، والآن عرفنا أن المسبب هو الشيطان، إنما يأمركم بالسوء، يعني أن تؤذي نفسك وتؤذي غيرك. عرفنا المسبب. الخطوة الثانية أن تعرف الآلية. الآلية هي عبارة عن صوت مطابق صوت النفس يوسوس لك بهذه الأفكار، تسمع الأفكار في عقلك وكأنك تحدث نفسك بها ويعطيك شعور مطابق لهذه الفكرة. فبهذا بحالة الإنسان هذا تأتيه أفكار في عقله بصوت مطابق صوت النفس تقول له ما الفائدة من هذه الحياة، لا شيء جميل سيحدث لك، أنت انتهيت في كذا. هذا طبعا صوت من قرينه شيطانه عن طريق صوت مطابق صوت النفس، وفي نفس الوقت يعطيه نفث في العقد العصبية، يعني يعطيه شعور في صدره، يشعره في نشوة وكأنه إذا قتل نفسه سيرتاح، يعني يعطيه شعور مطابق للفكرة التي وصلها بها. الآن هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة العلاج. أولا بأن يقول هذا الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يتذكر بأن هذه الأفكار التي تحث على قتل نفسه هي ليست من نفسه ولكن من قرينه شيطانه، وأن الشيطان لا يريد له النصح والشيء الجيد، ولكن يأتيه الشيطان بصفة الناصح وكأنه ينصحه ليرقق قلب هذا الإنسان للوسوسة. ولكن يدرك هذا الإنسان بأن هذا الصوت من قرينه وليس من نفسه، وأن هذه الأفكار كلها كذب وكلها مصممة لا جلب الألم والحسر لهذا الإنسان. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية كما يعظنا الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا تنفذ هذه الأفكار. يقول لك بأن تقتل نفسك لا تنفذها وتجاهده، ولا تنفذ الذي يقول لك الذي يحدثك به الشيطان. إذا نلاحظ إخواني إخواتي كيف أن القرآن عملي تطبيقي جميل واضح يفهم من كل البشر ويفهم على كافة يعني مراحل عمرية للإنسان. الآن السؤال كيف أن هذه الحقيقة التي بيّنت بهدى من الله عز وجل في هذه المحاضرة، كيف أن هذه الحقيقة ستغير العالم؟ يعني كيف أن هذه الحقيقة التي قلت ستغير العالم؟ الأمور واضحة جدا. إذا الإنسان، كل إنسان عندما تأتيه فكرة في عقله تحث على قتل نفسه وقتل غيره وعلى الفاحشة وعلى الإساءة القيمة الدينية، تذكر هذه الحقيقة من القرآن الكريم بأن هذه الأفكار هي ليست من نفسه ولكن من عدو له يريد له الألم والحسرة ومشاكل والدمار، وأنه يجب عليه أن لا ينفذها. وعيه لهذه النقطة، إذا كل إنسان أصبح عنده وعي وعنده علم بهذا الشيطان وكيفية تأثيره عليه وأنه مسبب لمشاكله، فستبدأ مشاكل الناس بالانحصار، لأنه سيصبح كل إنسان يفكر بأن هذه الفكرة هي تأتي من عدولي، هي ليست من نفسي وليست من ذكائي وليست من وأنها ليست صحيحة، وأنها جاءت من عدولي يريد الألم ويريد المجتمع الدمار ويريد الناس الخراب، فيصبح يفكر أكثر من مرة قبل أن يقدم على هذه الأفعال، فستصبح هناك انحصار لمشاكل البشر وستختفي بالنهاية إن شاء الله، وسيعيش الناس في سلام وأمن ويقوم بالدور الذي يريده الله عز وجل لهم في هذه الحياة، وهو السعي لإعلاء كلمته. فإذا معرفة الناس بهذه الحقيقة من القرآن الكريم وكيفية تأثير الشيطان عليهم ستغير حالهم 100%. فإخواني إخواتي الرجاء أن تبلغوا هذه الرسالة للناس وتكشفوا بهدى من القرآن الكريم، تكشفوا لهم كيف يؤثر عليهم هذا القرين وكيف يدفعهم المشاكل والوساوس، أو عن طريق الوساوس أو عن طريق المشاعر، توليد المشاعر في جسم الإنسان. فسيصبح الإنسان عنده وعي بأنه قبل أن يقدم على شيء فيه سوء، فيه فحشاء، فيه قول على الله بما لا يعلم الإنسان، سيفكر بأن هذه ليست من ذكائي وليست من نفسي ولكن من عدولي يريد لي أن أدمر نفسي وأدمر غيري. فهي حقيقة هذه ستغير العالم إن شاء الله، وستغير حال البشر، وسيشعر جميع البشر بجمال القرآن وبرحمة الله عليهم. ورجاء مرة أخرى أخواني أخواتي أن تبلغوا هذا الكلام وهذا الهدى
من الله عجل للناس، وسيعطيك الله أجر أنبياء على هذا الجهد وعلى هذه الدعوة في سبيله. ولمعرفة تفاصيل أكثر هذا الموضوع، رجاء التفضل بزيارة موقع شبكة الإنترنت www.quran-miracle.com. يمكن التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني zqoran@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.